مثلما تصدر علم فلسطين شعار الدورة 36 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في الجزائر، تصدرت أيضا القضية الفلسطينية أشغال المؤتمر. فبعد الترحم على شهداء حرب الإبادة، دعا رئيس المؤتمر الفصائل الفلسطينية للتوحد في هذا الظرف الصعب. وناشد مرة أخرى أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه أن آن الأوان لتوحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، فعسى أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الذين استشهدوا أن توقد الضمائر وتضع حد لحالة الانقسام والتشرذم. وأكد الاتحاد البرلماني العربي على خطورة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والتي تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على المنطقة العربية. هذا المؤتمر يأتي في سياق العمل المشترك، العمل الحقيقي بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن البيانات. نعول كثيرا على أن تكون هناك خطوات حقيقية يتخذها هذا المؤتمر لكي ما يتم إنهاء هذا الاحتلال وإعادة الحق إلى أصحابه. ورغم استنكار الاتحاد البرلماني العربي مواقف الحكومات الغربية الداعمة للاحتلال، ثمن بالمقابل مواقف الشعوب والحراك الطلابي الغربي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية تدويل القضية والتعريف بها عبر العالم. من ضمن الجوانب اللي ناقشناها أمس في اللقاء التشاوري التنسيقي أنه لابد من رسائل تذهب إلى كافة المنظمات الدولية توضح الموقف العربي الشعبي. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر إعادة تشكيل اللجان الدائمة وجلسات عمل للجنة فلسطين في الاتحاد البرلماني العربي قبل صياغة البيان الختامي. ودعا الاتحاد البرلماني العربي إلى دراسة كل الآليات والسبل التي تمكن من متابعة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بعد أن أصاب الشلل الهيئات الأخرى.